أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن تحقيق مملكة البحرين لقب بطولة أول نسخة من رالي داكار العالمي في الشرق الأوسط الذي يقام على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة لأول مرة، يؤكد أن البحرين ماضية بثبات نحو تحقيق أهدافها في كافة المجالات، وأن هذا الإنجاز الجديد سيضاف إلى سجل النجاحات المتوالية لرياضة السيارات في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن ما يتحقق من منجزات للرياضة في مملكة البحرين يأتي بفضل رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوها سموه بالاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكافة الخطط والبرامج وحرصه على تنفيذها، والتي كان له الأثر الكبير في تحقيق تطلعات الوطن والمواطن ورفض المنجزات المتواصلة خلال المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدا سموه بالتنظيم المميز للرالي من قبل الكوادر الوطنية السعودية والتي نجحت في أن تعكس الصورة المشرقة للسعودية والمنطقة، وتأكيد على المكانة التي باتت تمتلكها المنطقة في مجال استضافة وتنظيم السباقات العالمية من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على إدارة هذه السباقات العالمية، منوها بأن ذلك فخر بالنسبة لنا جميعا وخصوصا نحن في مملكة البحرين، حيث إننا نعتبر هذا النجاح الذي تحققه السعودية هو نجاح للبحرين. جاء ذلك لدى حضور سموه حفل التتويج الذي أقيم في منطقة الجدية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة ختام رالي داكار 2020 الذي أقيم على أرض المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 وحتى 17 من الشهر الجاري، حيث توج سموه فريق إكس ريد البحرين بلقب البطولة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات. وقال سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة إنه بهذا الفوز التاريخي في أول بطولة لرالي داكار العالمي بالشرق الأوسط تتعاظم المنجزات الرياضية الوطنية المتوالية للمملكة في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبفضل الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمبادئ الأساسية التي عمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهي البيئة التنافسية العادلة المفتوحة التي مثلت قلب البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي، والذي ترجمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق العديد من المبادرات الناجحة التي أحدثت مزيدا من الإنجازات لقطاع الشباب والرياضة. كما أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني للسيارات برئاسة الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، والتي كان لها عظيم الأثر فيما تحقق من إنجاز لمملكة البحرين والظفر ببطولة رالي داكار العالمي، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح لمواصلة المسيرة التي وصلت إليها رياضة السيارات في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف التي يطمح إليها الجميع في هذا المجال. ونوه سموه بأن تحقيق فريق إكس ريد البحرين لقب هذه البطولة العالمية سيضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية التي تحققت للمملكة، والتي جاءت بفضل جهود كافة أعضاء فريق البحرين الذين جعلوا نصب أعينهم رفع اسم البحرين عاليا في كافة المحافل وعلى كافة الأصعدة، والتي منها رياضة السيارات التي نفخر اليوم بتحقيق هذه البطولة العالمية وتسليم كأس البطولة. من جانبه أعرب ستيفن كونارت مدير فريق إكس ريد عن سعادته بعقد شراكة مع مملكة البحرين التي لديها تاريخ طويل من الدعم الكبير لرياضات السيارات،
وتضيف مشاركة المملكة في فوز فريق إكس-راي بعدا آخر إلى رؤيتها لتستضيف وتدعم وتنظم وتطور وتشارك في نجاح الحركة الرياضية العالمية. وتعد الشراكة الجديدة مع فريق إكس-راي إضافة أخرى إلى إنجازات البحرين في عالم رياضة السيارات بعد استثمارها في مجموعة ماكلارين وحلبة البحرين الدولية التي استضافت أول سباق للفورمولا 1 في المنطقة عام 2004، مما يعزز من مكانة البحرين كمركز استراتيجي لتطوير رياضة السيارات.